الحلقة دي هنتكلم عن ريكيرجن أو الاستدعاء الذاتي. يعني إيه ريكيرجن؟ هو إن يكون عندك عملية معينة يكون فيها مجموعة من الأوامر، وفي جزء معين من العملية دي حاجة تخلي العملية تعيد نفسها مرة تانية. يبقى في كل مرة العملية هتنفذ مجموعة الأسطر دول أو جزء من العملية، في جزء التاني من العملية تستدعي نفسها مرة تانية. أو هو إن عندك مشكلة هتقسمها لمجموعة مشاكل أو عمليات أصغر، بحيث لما تحل المشاكل الصغيرة هتكون أكنك حليت المشكلة الكبيرة. يبقى الريكيرجن هو إن العملية تعيد نفسها بنفس الطريقة، أو إنك تقسم مشكلة إلى مشاكل صغيرة معروفة العدد من نفس المشكلة، بحيث إنك لما تحل المشاكل الصغيرة دي أكنك حليت المشكلة الكبيرة. إزاي في لغة البرمجة الريكيرجن دي بتتم؟ هو إن لو عندك ميثود أو فانكشن في أي لغة من لغة البرمجة، هيكون في سطر معين من الميثود دي بيعمل استدعاء لنفس اسم الدالة، أو بيعمل استدعاء لنفس العملية. يبقى الأكواد دي أو مجموعة الأسطر دي هتتنفذ في كل مرة، ويجي على السطر ده ينفذ نفس العملية، ينفذ مجموعة الأسطر وينفذ نفس العملية. يبقى لو فضل ينفذ نفس العملية يبقى مش هيكون في حالة انتهاء للميثود أو الفانكشن دي. يبقى لازم يكون في أي عملية ريكيرجن ending condition أو شرط انتهاء، شرط يوقف الميثود دي أو الفانكشن دي. طيب الشرط ده هيتجاب منين أو إزاي؟ في كل مشكلة بتقابل اللي هيكتب الكود هو اللي هيحدد ال ending condition بتاع عملية الريكيرجن. وعلى سبيل المثال فانكشن اسمها ريكيرجن أو إكس أو أي اسم تاني، في جزء معين من الكود هتعمل استدعاء لنفس الدالة، زائد إن في جزء تاني هيكون فيه شرط انتهاء لعملية الريكيرجن دي. فمثلا عايزين نجمع الأرقام من 1 لـ10، لو استخدمنا اللوب هنعرف متغير يشيل الناتج، وهنعمل لوب من 1 لـ10 وهتتم عملية الجمع، وفي الآخر نطبع الناتج. ده لو استخدمنا اللوب. لكن لو عايزين نحولها بطريقة دالة تعمل استدعاء لنفسها أو الريكيرجن، يبقى هنعمل دالة اسمها add، هنديها قيمة البداية، والمفروض إن الدالة دي تعمل استدعاء لنفسها كذا مرة، وفي الآخر تطبع أو ترجع قيمة الناتج أو قيمة الجمع. يبقى نبدأ مثلا بالسطر ده، أكن السطر ده مش موجود ولا ده موجود. هيبقى عملية الجمع هتساوي البداية زائد استدعاء لنفس الدالة بس هنزود واحد. يبقى لو هنا أد 1 هيبقى هنا 1 زائد أد 2، بعد كده تيجي 2 يبقى 2 زائد أد 3 لغاية 10، 10 زائد أد 11. يبقى لما توصل في الآخر 10 زائد أد 11 إحنا مش محتاجين ال 11 دي. فيبقى إيه الحل؟ يبقى لازم يكون في شرط يوقف عملية استدعاء الدالة لنفسها لما الناتج يكون أكبر من 10. يبقى لو الناتج أو العداد أكبر من 10 هيقوم عامل ريتيرن 0، أو إنه يوقف إن الكود يكمل، لأن في الميثود أو الفانكشن لما يكون في ريتيرن يبقى الجزء اللي تحت ده مش بيتنفذ من الميثود. لو الشرط ده غلط يبقى هيعمل الكود اللي احنا شرحناه دلوقتي اللي هو الصم بتساوي العداد زائد الجديد، وبعدين يرجع قيمة المجموع. وهنشرح ازاي دي تمت بالتفصيل دلوقتي. لكن في أي ميثود أو فانكشن المستخدم بينشئها لازم يعمل لها استدعاء في دالة المين أو في أي جزء من الكود. يبقى احنا هنضيف هنستدعي الدالة add 1 اللي هي دي البداية. ازاي بقى الكود ده بيتم؟ في البداية انا استدعيت الدالة add 1، يبقى البداية كانت 1، هيجي يشوف الشرط ده if العداد 1 اكبر من 3 ريتيرن 0، لكن الشرط ده غلط، هينزل يقول ان الصم بتساوي 1 زائد add 1 زائد 1 ب2. اول لما يوصل لاد 2 دي معناه انه استدعى الدالة مرة تانية، فمش هينفذ الكود ده الا لما يخلص اد 2. فاد 2 هي البداية هنا، اف 2 اكبر من 3 ريتيرن 0، الشرط غلط، يبقى هينزل على السطر اللي بعده ان الصم بتساوي 2 زائد اد 3، ومش هينفذ برضو الجزء ده لحد ما يخلص اد 3. بعدنا اد 3 اف 3 اكبر من 3، الشرط غلط، هيقوم نازل على اللي بعده ان الصم بتساوي 3 زائد اد 4، برضو مش هينزل على الريتيرن صم الا لما يخلص ده. هيجي يشوف اد 4 هيلاقيها 4 اكبر من 3، هيقوم رجع 0، مش هينفذ بقية الميثود، يبقى هترجع 0.
يبقى هيتشال اد 4 ويتحط مكانه 0، هيقوم راجع تاني ان التلاتة زائد الصفر هيقوم رجعها الصم. في الحالة دي بقى هيكمل بقية الكود، يبقى ريتيرن صم، يبقى 3 زائد 0 هترجع هنا 3، هيكمل رجوع 3 زائد 2 ب5، هيقوم حاطط مكان اد 2 5، والصم النهائي اللي هترجع للمستخدم 1 زائد 5 بتساوي 6. يبقى أي عملية ريكيرجن فيها فورورد وباكورد، ذهاب وإياب، ذهاب عمليات الاستدعاء وفي الرجوع النواتج. هيبقى هنا عملنا ايه؟ 1 زائد اد 2 اللي هو الجزء ده، اد 2 2 زائد الجزء ده، اد 3 3 زائد الجزء ده، يعني في النهاية 1 زائد 2 زائد 3 زائد 0 اللي هو الناتج ب 6. يبقى تاني في أي عملية ريكيرجن هيكون في جزء استدعاء لحد شرط النهاية، وبعد ما يخلص شرط النهاية هترجع النواتج لحد أول عملية استدعاء. مثال تاني على عملية الريكيرجن، لو احنا عايزين نجيب مضروب الخمسة، مضروب الخمسة بنساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1، أو 5 في مضروب 4، وإن مضروب الأربعة 4 في مضروب 3، وإن مضروب 3 3 في مضروب 2، وإن مضروب الاتنين 2 في مضروب 1، وإن الواحد مضروبه بواحد. يبقى عشان نجيب مضروب 5 لازم نجيب مضروب 4، لازم عشان نجيب مضروب 4 نجيب مضروب 3، عشان نجيب مضروب 3 نجيب مضروب 2، عشان نجيب مضروب 2 نجيب مضروب 1، وعشان نجيب مضروب 1 اللي هو عارفينه بواحد هنعتبر ده شرط الانتهاء، ان اول لما يلاقي واحد يجيب مضروبه مفيش حاجه قبله، يبقى ده الناتج بتاعه واحد. يبقى مثلا هنعمل فاكتور الفانكشن، مثلا هنحط فيها القيمه اللي احنا عايزين نجيبها اللي هي الخمسة، وان المفروض ترجع الناتج النهائي. يبقى تعمل فورورد لعمليه الاستدعاء كلها وباكورد لانها تحصل النواتج، يبقى المفروض هترجع النتيجه. طب النتيجه دي بتساوي ايه؟ هتساوي القيمه دي اللي هنسميها مثلا اي في، نستدعي الداله نفسها في اي زائد 1. السطر ده معناه ايه؟ انه في كل مره هيجيب الاي اللي هو الخمسه مثلا في البدايه ونحطه هنا، في فاكت هيستدعي الداله نفسها على اي ناقص 1 يبقى فاكت 4، ولما يجي فاكت 4 هيلاقي فاكت 3، ولما يلاقي فاكت 3 هيلاقي فاكت 2، ولما يلاقي فاكت 2 هيلاقي فاكت 1. طيب وعشان الدالة دي تنتهي يبقى لازم يكون هنا في شرط، ان لما يكون الاي بواحد يقوم مرجع ريتيرن 1. يبقى الكود هيتم ازاي؟ هيبقى فاكت 1 فاكت اي، لو لقيت الاي بواحد رجع 1، ولو الشرط ده غلط نفذ بقية الكود، ان الريزلت النتيجة اللي هترجع هتساوي اي في الفاكت اللي اقل منه، وفي الاخر بعد ما يعمل عمليات الاستدعاء ويرجع بالنواتج هيقوم رجع النتيجة او الريزلت. يبقى ازاي الكود ده تم؟ لو احنا مثلا عايزين نجيب فاكتوريال للاربعة مضروب الاربعة، يبقى فاكت الاربعة في البداية عملنا استدعاء للدالة، ويبقى فاكت الاربعة هيجي يشوف الشرط ده مش هيلاقيه صحيح، مش هيتحقق، هينزل على اللي بعده ان الريزلت بتساوي 4 في مضروب 3، هيجي المضروب التلاتة هيشوف الشرط مش هيلاقيه متحقق، هيقوم التلاتة في مضروب الاتنين اللي هي ايزاك ناقص 1، هيجي ينفذ الفاكت الاتنين هيبقى 2 في فاكت 1، هيجي ينفذ الفاكت 1 هيقوم الشرط ده متحقق، هيقوم رجع 1. طيب كده عملنا عمليات استدعاء لحد شرط النهاية، يبقى فاضل عملية الرجوع بالنواتج اللي هي return result. هيقوم رجع هنا 1، 1 في 2 ب 2 هيقوم رجع هنا 2، 2 في 3 ب 6 هيقوم رجع هنا 6، 6 في 4 ب 24 يبقى الناتج الكلي 24 اللي هي 4 3 2 1. يبقى لو جينا مثلا نفس الكود ده بالجافا او انت تقدر تكتبه باي لغة تانية، عندنا دالة الاد اللي هي في المثال الاول، ودالة الفاكت اللي هي في المثال الثاني، وعايزين نجمع الارقام من اول واحد، وعايزين نجمع الارقام من اول واحد لحد 100. يبقى لو لقى اكبر من 100 هيرجع صفر، وفي الحالة العادية هيقوم عامل ان الناتج هتساوي الكاونتر اللي هو
البداية أو العداد زائد استدعاء تاني للدالة بإضافة زائد واحد. وفي الآخر خالص بعد ما يخلص كل عمليات الاستدعاء هيقوم عامل ريتيرن صم. لو جينا مثلا ننفذ الكود فهيكون الناتج 50 50 أو 5050 اللي هو مجموع الأرقام من أول واحد لحد 100. ولو عايزين الفاكتوريال هيكون فيه فاكتوريال، احنا عايزين فاكتوريال لكام؟ أول لما يوصل الفاكتوريال بواحد هيرجع واحد، لكن في الحالة العادية هتكون النتيجة بتساوي قيمة الفاكت اللي هتدخل في العداد في استدعاء تاني للدالة للرقم اللي أقل منه، وفي الآخر خالص هيقوم رجع النتيجة. فلو عملنا عملية استدعاء تاني للدالة وعايزين قيمة الفاكتوريال للخمسة هتساوي 120، فيبقى كده نقدر نحول أي مشكلة لعملية ريكيرجن أو أي عملية باستخدام اللوبس بطريقة باستخدام الريكيرجن. لكن لازم أهم حاجة في عملية الريكيرجن يكون فيه شرط انتهاء للدالة دي أو الميثود دي.